بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة شكرا جزيلا وكثر خيركم دكتور إيمان. دي بساطة ليا بحكم خبرتك في الطب ومدخل وقعدتكم وحقيقة الموضوع كان مفيد. أنا ما بعرف الشغلانية دي لكن داير أحكي لكم نقطة قبل ما أبدأ. شوية قالوا في واحد من الفنانين الشهيرين جدا جدا يا إخوانا في يوم من الأيام قاموا جاوبوه وكان عنده شكل مع فنان ثاني. قام قالوا خلونا نعمل أغاني أول حاجة. خش المسرح غنى الأغاني كلها. وهو نازل قام قال للثاني قال لازم أي حاجة أقولها. الجماعة دي جاوا اتحاد الفنانين وطلبوا مني قدامي أنا ما عندي أي حاجة أقولها طبعا يعني أول حاجة بشكرهم من الشدة. أنا جيت هنا عشان أفيد جديد نفسي استفدت جدا جدا والله من كثير من يعني في حاجات كثيرة كانت غايبة علي والحمد لله رب العالمين أنا حصلت عليها. لكن أنا برضه بعامل حساب الموضوع ده لأنه ضريبتي إنك تيجي وراء زول في دراسة زي ما أنا جيت وراء أنور عندنا ضريبة وهو قاعد يعمل دائما الحركة دي معاي فأنا وأنت مليت البرزنتيشن بتاعكم بحكم وأغوال وقصص. نبدأ بإيه؟ كذلك مش نعرف عن الناس. أقول سيد يعني إحنا أهم حاجة يا إخوانا في الريسيرش إنك أنت تكتب مش يدري إنه مستحيل زول ما يعني ما يفهم الكلام ده لا لا. العكس صحيح إنه يعني نحن نكتب لدرجة إنه أي كائن بشري من المفترض يفهم. As simple as we can. And that's all. If you can do that, خلاص. Communications. This is يعني experience. وبالمناسبة my experience يا اخوانا انا يعني انا يمكن عندي تجربة انا بديت ريسيرش متأخر جدا جدا في بي اتش دي لغاية ما وصلت بي اتش دي ما عملت application ولا ورقة واحدة. ما عملت ابلكيشن ولا ورقه واحده وطبعا لو في لوم بلومه على الكوميونتي اللي انا قاعد فيها انه اصلا ما فلتر في عيوني طبعا دي عادتنا السودانيين ما فلتش الشماعات. لكن ده حقيقي يا اخوانا وده السبب الاساسي اللي خلاني اجي الليله هنا عشان انا اقوم اقول لكل الناس يعني عشان بعدين ما بدون يلومني عشان اقوم اقول للناس يا اخوانا والله دي حاجه مفيده والبني ادم ما بيحيا وهو كونسيومينج نولج يعني احنا اولويز احنا بناكل الكتب هنا في السودان يا اخوان اللي يجيبونا في جامعاتنا وبيقرروا بيقولوا الاول على الجمعه هو الزول اللي بيحفظ كلام غير كويس صح ولا لا يا اخوان؟ الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. البني ادم سيرته بتمتد في الحياه لما يقول انا لما يقول انا وانا دي انت ما تقولها ساعي انا دي ما مفترض البني ادم يقولها ساعي انا دي مفترض تقولها وانت بتحل مشكله من مشاكل الحياه تقدم خدمه للبني ادم تقدم خدمه للمجتمع. اديني دايما شجع انت. بمناسبة تفتش على وش يا اخوانا طبعا جميل زي ما قلت لك الفنانين قصدي اساتذتنا قاموا قالوا انه يعني اكشن احنا وفي الدكتور قام قال انه هو كان في شارع 60 ولقى فيه يعني حصلت حادثه وهو من خلالك استنبط مشكله وفي دكتور عزيز برضه هناك قام قال انه انا بتحدى اي زول يقول لي موضوع انا ما طلع لهم مشكله في خمس دقائق. اخوانا ذيس از ترو. لان انت من المفترض تشغل حواسك كلها عشان خدمه البني ادم وعشان خدمه المجتمع. انت طالما ركزت في حاجات شديده يا اخوانا بتقدر توصل وبتقدر تخدم وبتقدر تحدد مشاكل. نحن مشكلتنا انه نحن ما بنحب العلم بصوره عامه عشان ما نكذب لبعض، نحن بندعي وبالحقيقه بنحب الشهادات. معظم الناس يا اخوانا بيحبوا جدا جدا يقولوا عليهم بدون تعليق يعني. لكن كيف؟ الموضوع ده هو ما بيحب يجيب سيرته. So away of cycles. Away of titles. يعني انك to support knowledge it is not an easy. يا اخوانا اللي الزول ده يبيع له سلعه في سوق
المنافسه فيه شديده جدا، سهل انك انت تبيع السلع. طيب تخيل انك انت عايز تبيع نولج للناس اللي بيجيبوا الكتب ديل وللمجتمع، وعايز تقول انت تقول لهم والله انا هنا وانا سوداني وانا كندوني. ده يعني انت فكر في الموضوع من الزاويه يعني. طيب تابعوا ساينتفك بيبرز، انا هختصر الكلام ده لانه هو برضه بيحمل لي وخدتين بتاع ده. اخوانا بعيد من السلايدز، البيبرز تحت الساينتفك بيبر انها هي تخدم المجتمع، تخدم حياتنا، تجد حل لمشكله حقيقيه. اذا كان عندنا ورقة علمية ما بتحل مشكلة ولا حتى بتحدد مشكلة ولا حتى بتلفت نظر الناس لأن ممكن يكون في مشكلة، يبقى إيه نحن ضيعنا زماننا يا أخوان. أنا آسف على الكلمة، لكن هي دي حقيقة. يبقى إنه generally we have to think in this way. Also we have to achieve goals. يعني there must be specific goals before you start. You have to specify these goals and objectives. وقبل ما انا امشي للموضوع الاساسي بتاعي، انا بس انا اللي جايب عنه بس نماذج. طبعا اخوانا مع الزخم ده بيلقى الواحد نفسه انه هو ماشي اتجاه انه هو، يعني انت تخيل انك انت مشيت لك بلد بارد والله مقرف، والله البي اتش دي ممكن يتجاوز الاربع خمس سنوات، بتفكر اول حاجه تعمل شنو يعني تتناول لك حاجه كده من الرف، كان بقول لك منها كلمه كلمتين تتخارج ولا يعني العقلية بتفكر بالطريقة اللي البني ادم ممكن يفكر فيها. طبعا المشكلة الأساسية في الموضوع بتاع الـ ethics and considerations about ethics and ethical إنه الـ publications هي حاجة بتتنشر للكل. والجميع بيشوف إنك أنت حرام. مأساة يعني أنت بتقول للناس إخوانا عيب أنا حرام. يعني زي زول شايل على نفسه خدت لنفسه ليبل وماشي هو ما عارف، يعني it is really big problems. طيب there are specific things to have, we have to consider about ethical. وانا خليني معظم الاساتذه برضه هم اضطروا ليها، لكن لا باس ان نحن ندي معلومه بسيطه. يا اخوانا the research must actually يعني speak about something really happening. يعني ما تقول experiment ده اذا انا عملته هو actually انت تكون رتبت نتائج بينك وبين رقبتك. يعني في يعني مره كده انت تكون قافل لك على موضوع انه ده بيحل القصه. بيحلها. وانت تكون شغال وسهل كم يوم. تقوم تكتشف في النهايه انه الموضوع شنو يا اخوان؟ بيبوظها. تقول انت والله انا لو كنت ظبطتها زي كده اتس جوينت تو بي شنو يا جماعه؟ هاي يعني وتوصل ما خلاص ما في زرع عادي. اوريجيناليتي اوريجيناليتي طبعا يا اخوانا جاست كيب اواي اوف كوبي، والكوبي ذاته عنده ستاندرز والاساتذه اللي لا يتكرم وقام قال ان انت ممكن تعمل الكوبي كيف وسيتيشن كيف و اي حاجه ما حكتك مفترض تقول الحاجه اللي ما حكتها. ده الأمان يعني. و also we have to consider a conflict of interest because so many researches are يعني conducted to solve problems. و actually it is not only one effort صح يا اخوانا ولا لا؟ فكثير من الأحيان بيكون في conflict of interest. فأنت you have to consider all people who are working with you and you have to solve these problems before you publish your work. يلا انا داري من نماذج يعني بعض الجماعه وده ما قلت انا جيتوا قاعدين في صاير وهديك لهم في النهايه تمشي تلقاهم قاعدين يعني. شوف المصيبه، شوف الزول ده. الزول ده قاعد يعمل ابلكيشن ل 500 عمل 500 ارتكل، ببلش 500 ارتكل اوفر جينيوس يعني 18 بيرير 18 بيرير. وهو كان يعتبر father of يعني جورجي in India. يعني هو زول كريدت.
تخيل انه يعني زول ده اكتشف انه هو يعني معظم الاكسبيرمنتس بتاعته ولا يعني النماذج اللي بتحصل عليها اكشوال هي ما حقيقيه، انما هو في جزء منها مش يشتروه من السوق وبيصوروا، في جزء منها بيكتشفوه في مناطق ثانيه وهو بيجي يقول والله لا اكتشفناه في حته. ما في بعض الاشياء يا اخوانا ما بتكون معروفه للعام، يعني مثلا عندنا الدوم حتى من السودان لو يكون عندي اسم علمي ناس كثير بيعرفوه انا ما بعرفه، لكن انت لو شدت دومه كده شكلها شويه مختلفا وخدتها في الانترنت وكنت تقول والله الدوم بسماه ولا حاجه وانا اكتشفته. الراجل ده كان عنده ستايل غريب في السنه، ده بترجم بس، يعني ذس جاست ترانسليت. يريد يا جماعه يشتغلوا ويكون هو الشيء اللي عملناه معنا. بس موضوع سهل يا اخوان، ظهر الان يعني تخيل ان واحد احنا لو عمل لنا دوم بعد يومين فور عربي لانجوج وعاد حتلقى لنا هي اتملت. يعني جاست ترانسليت فروم اذر سايد. ده بقى عنده قصه غريبه. ده شوف اصلا اتكلم في بيبر سيندي فور ريفيو لواحد من البروفيسورات ونزل بيعرفوا الكلام ده، يعني انت البروفيسور عاده ممكن يسلكت وان هو اوف هيز ستودنتس تو جيف هيم ذات بيبر فور ريفيو. قلت له يا جماعه اول حاجه قام قال ريجكت، اول حاجه قام قال ريجكت وقام قال الديفنس بتاعه بيرفكت وشال البيبر وشال اسم البوزر وخدت اسمه ها وبابش ورسلها. شوف المشكله اللي دورت وين؟ مع القصه اللي دورت قاموا ورسلوها للريفيو البير بتاع الاولاني للبير للاول رسلوها اليوم يعني قاعد كده يعني والله كده ما غريب عليه ما يعني قبل يومين انا وافقت عليه اكسبت جاب طلبته في التشاور قام قال له والله صح كلامك يا بروف، لكن المشكله انه الاسم الاولاني اتغير. وعشان كده الجماعه دي كلهم قاعدين وديس ذا سايت يبقى ريفكتوري وحتبقى كميه من المجانين. انا والله ما اتمنى ابدا انه يكون في واحد من السودانيين في يوم من الايام مع الجماعه دي. And that's all.